السلام عليكم اخواني الموالي، مرحبا بكم مره اخرى على قناه علي تي في ماروك في حلقه جديده. الاخوان، هذه الحلقه او هذا الموضوع فما غاديش يكون استضافه مولوع او تكلم على شيء طير في مسار طائر او مسار مولوع، بل هو موضوع في الكوبيه وهو عباره عن تمرين افتراضي او تمرين كما كيقولوا اكزرسيس فيرتويل. فالاخوان كما كتعرفوا فالحمد لله القناه منذ 2016 وهي باديه وعندها برامج مختلفه الحمد لله اللي قدمت فيها، منها مسار طائر، مسار مولوع، الفار في الكوبيه، ثم مواضيع فيما يخص الكوبيه من خلال يعني البحوثات العميقه اللي خدمت عليهم سنين وسنين وسهرت عليهم، منهم تفسير فانتازيا، منهم علاقه الاستيلاب و وجودهم في تغيير الطيور بصفة عامة والكوبية بصفة خاصة، ثم كذلك الاستوار أو تاريخ هذا التغيير هذا، ثم كذلك الموضوع ديال التكلم على ليبيبليو، التكلم على التغيير كيف ممكن أن يعني أن كما كنقولوا أن تستكشفها بالأذن ديالك أو لا ديتكسيون ديال هاد التغايد وتصنيفها يعني. ثم هناك موضوع ديال تجسيد الاصوات، وهذا موضوع افتخر به لانه عنده افاده كثيره في هذا الميدان ديال التغايد. على كل حال، فالموضوع ديال اليوم ان شاء الله فهو عباره كما قلت لكم على تمرين افتراضي، ولكن قبل ما نتكلم عليه غادي نشوفوا واحد المساله، غادي نعطي واحد التوضيحات ان شاء الله ملي غادي يكون قدام الشاشه. فمرحبا بكم مره اخرى، فنمشيو نشوفوا هذا التوضيح اللي غادي نتكلموا عليه. السلام عليكم اخواني الاعزاء مره اخرى. فكما قلت لكم في بدايه الحلقه او في تقديم ديال الحلقه، فان هذا الموضوع غادي نتكلم عليه وغادي نفسر يعني الهدف ديالو من بعد اننا نفسوه يعني نفسو لكم من خلال الشاشه. فالاخوان، هذا الموضوع هذا فهو كما قلت لكم عباره عن تمرين افتراضي او اكزرسيس فيرتويال او محاكاه تمرين في الكوبيه. اذا الاخوان كما كتعرفوا فجميع الموالي سواء المبتدئين والقدماء وخاصة المبتدئين، فالهاجس الوحيد ديالهم هو انهم يعرفوا الطير ديالهم اش كيقول من ناحيه التغاير اللي كيقول او كذلك يعرفوا يحسبوا يعني التنقيط ديال الطيور ديالهم. فهذا هو الهاجس الوحيد اللي عندهم، رغم ان شخصيا انا بعض الخطرات ملي كنكون كنعطي شي درس في مدرسه الكوبيه او في شي مقهى، فالستيل ديالي او طريقتي كتجيهم شويه ماشي يعني كتجيهم شويه قاسحه، او كيبغيو شي حاجه يكون واجده كما كيقولوا واجده على الطبله. فالاخوان فمن خلال هاد الهاجس هذا فقررت نعاود يعني هاد التمرين هذا اللي كان ديجا دوزته في 2016 و2017 في مدرسه الكوبيه، وكذلك حطيته في القناه ديالي، ثم كذلك انه هو من بين التمارينات اللي درت بها الاختبار في الشبيبه ديال دبغ اللف بمساهمه نادي دبغ اللف برئاسه مراد. فكان هذا التمرين هو موجود اللي دوزوا به الاخوان اللي دازوا في هذاك اللي دوزوا هذاك الاختبار في دار الشباب اللي دبغ اللف. ف التمرين هو هذا اللي غتشوفوا قدامكم دابا. فالتمرين هو هذا، ولكن قبل ما ندوزو للتمرين اللي هو فيرتويال، فهاد الصوره هذه كما كتشوفوا مكتوبه عليها محاكاه التمرين في تغيير الحسون صنف الكوبيه، وهي عباره الى رديتو البال عباره على المطرقه وديك ديك لابلونش ديالها وكتاب وجوج كتوبه. يعني هذه الا شتيها اي واحد غيقول لك كتعبر على القضاء ديال العدل. ف من طبيعة الحال علاش خديت هذه الصوره هذه باش نعطي واحد الفكره مهمه على هاد الناس اللي كيديروا التحكيم
في الكوبيه او التحكيم ديال الطيور بصفه عامه. فهما ما كيسموا فهو فهما لو يعرفوا هذا الاسم ديال لو جوج اللي واخدينه الثقل ديالو، فالثقل ديالو قدو قد جبل. فهذا الشيء علاش غنقول لهم الا شفتوا هذه الصوره خاصكم تعرفوا بان اهميه هذيك الكلمه هذيك الاسم اللي عاطينكم فهي مهمه بزاف. علاش مهمه؟ لان اولا خاص يكون فيها واحد خاصها عندها شروط، واهم الشرط فيها هو النزاهه، هو النزاهه والعمل بضمير حقيقي. لان الا ما كانوش هاد الشروط لو جوج ما عنده مصداقيه. ثم كذلك انها كلمه عندها واحد القيمه كبيره. اذا الاخوان كما كتعرفوا فهاد الكلمه هذه او هاد الاسم ديال لو جوج، فالحاكم اللي غادي لو جوج ملي غيجلس قدام الطبله فعليه ان يستعمل جميع قواه العقليه والتركيز ديالو المرئي وخاصه السمعي ثم النزاهه والضمير، ويقول في راسه ويقول مع قلبه انني انا امامي واحد جوج طيور كيتبازوا ما كنعرفش مولاهم، خاصني نحكم بالحق. اذا الفكره هنايا هو علاش هاد الحكام او هاد لي جوج او هاد الاشخاص اللي كيحكموا الطيور عطاوهم سميت لو جوج وما عطاوش سميت اربيتر. هذا سؤال، هذا سؤال اللي جاوبت عليه، اللي درت عليه بحث في 2017 واللي درته في مدرسه الكوبيه، ومع الاسف الاخوان اللي كانوا ما كانوش كينتبهوا بحال هاد الحويجات هادو وبحال هاد الدروس وبحال هاد البحوثات، كانوا كيبغيو كما قلت لك غير يعرفوا الروده ويحاولوا يعرفوها ويعرفوا التنقيب ديال الطيور ديالو والتصنيف، هذا هو الهاجس ديالهم الوحيد. فبالنسبه لي انا هذا معروف عليا من الصغر ديالي ان اي حاجه كنديها ما يمكنش ندخل فيها ديريكتومون او نتعلمها عشوائي. سي فغي في الاول كتعلم شويه عشوائي كتاخذ لي باز، ولكن في الاخر كان انا عندي واحد القضيه كنتسائل لماذا هذه وكيف هذا. هنا تسالت علاش، هذا هو السؤال اللي جاني في الاول وعطيته للاخوان كناس شاهدين راهم باقيين معايا وكاين اللي مابقاش في المجموعه. اذا اعطيت هذا التفسير هذا. اذا الاخوان الا لاحظتوا حتى في الرياضه كاين بعض لي ديسيبلين اللي ما كنقولوش عندهم دي زاربيتر، عندهم دي جوج. علاش؟ لان اولا الفرق بين لو جوج والاربيتر كاين هناك فرق ايطاتيك، يعني لو جوج تابع لوزاره العدل يعني ايطاتيك مع الدوله، اما الاربيتر فيمكن ان يكون تابع لواحد مؤسسه حره اللي عندها كدير واحد ديسيبلين بحال الايكيدو بحال لي زار مارسيو بحال مثلا تينيس بحال بزاف د الحوايج. اذا هنايا الى رديتو البال ف ملي كنسمعو مقابله ديال كره القدم هاد لا ديسيبلين هادي فكيقولوا كيسميو داك الحكم كيسميوه اربيتر كيسميوش لو جوج. باغ كونطخ الى رديتو البال كاين بعض المذيعين اللي عندهم الكفاءه في هادشي في لي جوج في الحك يعني في زاربيتر ديال التوش كيسموه مع لي جوج. ثم كاين مثلا التنس كيقولوا جوج داك اللي ديال التنس كيقولوا ليه ان جوج، ديال لا ديسيبلين جون باس كيقولوا لهم لي جوج، ديال لا بوكس الوسط داك اللي فرين كيقولوا اربيتر، اكثريه اللي فاهمين كيقولوا ليه اربيتر، ولي جوج اللي جالسين ما عرفتوش ثلاثه ولا خمسه كيقولوا لهم دي جوج. هناك ريغبي كذلك لا ديسيبلين ريغبي، فحتى هو الحكم ديال الوسط كيقولوا ليه جوج. علاش؟ اولا لان اولا لو جوج دائما كيكون جالس، اولا هذه ملاحظه خصكم تعرفوها، كيكون جالس في المكان ديالو، ولاربيتر ما كيكونش جالس في المكان ديالو، كيكون مشارك في اللعبه داخل اللعبه، كيكون يعني واحد العنصر داخل مشارك في اللعبه. بحالاش مثلا في كره القدم كنقولوا ليه اربيتر، علاش؟ باسكو علاش؟ لان واحد الشخص تا هو مشارك في اللعبه، يعني كيجري مع اللعابه كيتبع يعني كاع التيرانات كاع التيران كيجري مع اللعابه، اذا مشارك في اللعبه وليس جالسا وينظر باش ينقر.
ثم كاين لو جوج ديال التوش، هذا كيتسمى ان جوج دو دو يعني دو لين، ما كيفوتش بلاصتو، حدو عنده نص تيران حتى لبلاصه الكورنير، هذا هو يعني البلاصه اللي غيتحكم فيها هو. اما الوسطاني فعنده الحكم على كل شيء. ثم هناك كذلك ديال لا بوكس، لا بوكس قبل ما ننسى، اذا وديال الفوتبول يعني ديال لا ديسيبلين كره القدم، فالنتيجه ديالو يعني النتيجه ديالو ملي كيتماركا هدف كيصفر الحكم كيصفر لاربيتر هدف، كيفما كانت طريقة تسجيل هذاك الهدف، يعني يعني النتيجة لا يدخل فيها، ما كتدخلش فيها الفنية ديال الهدف أو الفنية ديال داك اللاعب اللي ماركا داك الهدف، سواء من 70 متر ولا من 30 متر ولا بكوت سيزو ولا يقلب فرقة كاملة، كتبقى يصفر هدف ورجع السونتر. أما مثلا لا بوكس لا، ففيها تلقيت مختلف، لأن دوك الخمسة اللي اللون اللي لتحت هادوك كل واحد كيعطي تنقيط حسب السلطة التقديرية ديالو ديال الشوفة ديالو، واش هذاك البوكسور ضرب في الوجه ياخطو بوان ولا ضرب بريكود ولا غير هنايا، كل بلاصة عندها كل يعني كل تقنية في الدقة عندها النوط، هاد الشيء يعني هنا كاين اختلاف التنقيط. ثم كاين كذلك الجيمناستيك حنا العاديين الناس العاديين كنشوفو هذيك البنت او هذيك البطل كيلعبوا داك الطابي ولا كيلعبوا داك الحصان، كيديروا كلهم بالنسبه لينا حنا بحال، ولكن في التنقيط كتلقى التنقيط تسعود ديال الحكام كتلقى فيهم تنقيط مختلف، واحد عطى عليها 8، واحد عطى عليها 9، واحد عطى 10، واحد عطى 6، ثم كيتجمع عليه التنقيط. كذلك كاين فرق واحد اللي هو ديال الريغبي، ان اللاعب كيكون انا الحكم كيكون مشارك داخل اللعبه ولكن كيتسمى جوج، علاش؟ لان حتى الريغبي التنقيط ديالو ديال الاهداف اللي كيتماركاو مختلف، وانتم تقدروا تبحثوا وتلقاو. اذا هنا فيما كان داك التنقيط مختلف فيه واحد السلطه تقديريه على التنقيط ديال الحكم كيتسمى جوج، اما كره القدم وبعد بعض ديسيبلينات اخرين فلا، فان فوا يتمارك البيت فكيبقى نتيجة واحد. لهذا الطيور كذلك الحكام ديالهم كيتسموا دي جوج ماشي دي زاربيتر، علاش؟ لان الى رجعنا للتاريخ وبحثوا في التاريخ ديالو تقريبا ديال المساله هذه ديال الطيور تقريبا كيجي من شحال هذه قديم في تاريخنا قديم، ناخذوا على حدا من المالينوا الى رديتي البال لافيش ديالو والتحكيم ديالو، الناس ديال المالينوا عارفين عندهم التنقيط من الى، يعني كاينه اغروده فيها من 1 حتى 12، كاينه اغروده فيها من 1 حتى 6، كاينه اغروده فيها من 1 حتى 5. اذا ولكن الحكام ممكن اللي حكام اللي يعني ممكن واحد لو جوج اكس ينوطي هذيك الطير بهذيك الاغروده يعطيه 6 نقاط، وتعطيها ان دوزيام حكم ما يعطيه 6 نقاط، يعطيه 3 حسب السلطه التقديريه ديال السمع ديالو وكيفاش كلاصها. من هنا من هذا التاريخ ديال المالينوا جاو الطيور الاخرى ودازت الكوبيه. الكوبيه حتى هي كانت في واحد الوقت قديما من الى في التنقيط، وبقات في الكامبيرو حتى هي كانت من الى، اذا التنقيط مختلف. ثم جات الكوبيه اللي هي كنخدموا بها حنايا، وبقى يعني التنقيط كذلك مختلف، كاين الاغوده اللي فيها 3 نقاط، كاين الاغوده اللي فيها 2، وكاين العيوب اللي مختلفين. ما كنهضرش على الجمل التغريديه، حيت الجمل التغريديه فهي حساب ديال الخشيبات. اذا الاخوان من هنا الى لاحظتوا كما قلت لكم ملي كيكون الاختلاف في التنقيط كيكون الحكم كيكون كيتسمى ان جوج. حتى في القضاء الى شفتي ان جوج في القضاء فيمكن دوق يعني جوج قضاة يحكموا نفس القضيه، سواء جايب مثلا يمكن هذا يعطي لهذا المجرم 10 سنين حسب المعطيات اللي عنده، وهذا يعطيه 12 عام حسب نفس المعطيات، اذا كتبقى السلطه التقديريه. ثم كذلك القاضي الفرق في القاضي ديال ليطا ديال المحكمه كي هو فهو كيحكم بين جوج متنازعين او مضاربين، اما ان جوج سبورتيف
فهو كيحكم غير بعد المباريات الرياضيه او بين جوج متباين. هذا هو الفقه الاخوان. اذا حبيت نعطي هذه الفكره هذه لان علاش؟ لان كنبغي نوصل الفكره ديال اي مبتدئ قبل ما يدخل عجباتو شي هوايه، اين فوا يشد ديك لاباز العشوائي، يديك لاباز العشوائيه يشدها فيحاول يرجع للور ويبحث. هذا الحمد لله يعني الظروف ديال البحث موجوده او شي مكتوبه باش يفهم بعدا هذيك الهوايه ديالو القيمه ديالها، وملي كيبحث فيها من الاخر والتاريخ ديالها كتسهل عليه الفهم ديالها ويسهل يدخل فيها يعني بسهوله. اذا الاخوان من بعد التعريف هذا ومن بعد القضيه هذه غادي ندوزو كما قلت لكم ان الحكام كيبغيو او المواليع كيبغيو يعرفوا التغاير ديال الطيور ديالهم وخاصه التلقيح، وهذا التمرين هذا كيهم الناس المبتدئين اللي باغي يدوزوا التحكيم مستقبلا، وكيهم حتى المواليع اللي كيبغيو يعرفوا الطيور ديالهم اللي كيشاركوا بهم في المباريات، يعرفوا واحد لونسومبل ديال التنقيط او واحد المعدل ديال التنقيط اللي عند الطائر ديالو، باش الا حطوا في المباراه وقابلوا وبقى حاضيه يعرف بعدا على الاقل اشنو واش ضيعوا الحكم ولا ما ضيعوش، او الطائر ديالو واش تكلم ولا ما تكلمش. وكذلك هذا التمرين مزيان حتى للحكام القدام، يعني ممارسه. اذا هنا لان هناك حكام الحمد لله دابا موجودين نجحوا ذاك العام ودوزوا امتحانات تبارك الله عليهم عندهم لا كومبيتونس، ولكن بعض المواليع كيبقاو يسبوا في هاد الحكام بعض الخطرات، لان حضرت شحال من خطره كاين مولوع اللي كيحط الطاي ديالو وكيمشي للقهوه وكيدور وكينشط مع صحابو، ملي كتجي ما كيكلاسيش ليه الطاي ديالو كيقول لك والطاي ديالي تكلم وما نقطوش. شكون اللي قال لك تكلم؟ قابلتيه؟ حطيتي الطاي ديالك وبقيتي كتصنت وخديتي واحد الورقه بيضاء وبديتي كتنقط عليه كتعرف تنقط؟ لا. جا واحد اخر اللي قال لك واه الطاي ديالك تكلم من الصباح هو يدوي نيتحط. لا خويا يقدر يكون ما قال والو بغابوغ اللي حداه وبغابوغ الاختصاص ديال الحكم وبغابوغ الشروط ديال الكوبيه. لان لهذا كنقول للناس المواليع الله يخليكم هذاك الشخص عطاته هاد الهوايه واحد الاسم ثقيل سميتو جوج، يعني خاصو على الاقل يتحترم كجوج. اما لا كومبيتونس ديالو فهذاك الشيء كيجي من بعد. اذا هنا كنقول المولوع واي مولوع ها واحد التمرين، وغادي تكون سلسله من التمارين واخا هو داز في 2016 درب عليه وهز ورقه وتخدم عليه باش تولي تعرف الطاي ديالك لمويان اللي عنده. لان ما يمكنش تحطو الحكم انت حكمتي عليه انت نقطي الطائر ديالك مثلا عنده 80 نقط في اللوكر ديالو وديتيه للقهوه او على البيكي في لونطريمون وعاوتاني ضرب 90 نقط، يعني كيولي كيلعب بين 80 و 90. فإلا حضر في الكونكور حضي مع الطاي ديالك وشوف واش دوا. إلا هو تكلم ونوطيتي ليه ولقيتي ان هذاك الحكم عطاه 30 نقط او 40 نقط وانت كيلعب في 90 و 80 وانت كذلك حضيتيه وصلتي 70، هنا كيكون الحكم إلا في دي زيغور ولا زقل شي حاجه. على كل حال ولكن كيبقى كلشي كتبقى كلشي احترام الحكم، ما تسبوا ما تعيروا. كذلك خاص الحكم تكون عنده واحد روح رياضيه واحد روح ديال العدل، ان ملي يجي عندك المولوع يستفسر معاك السؤال الاول غتعطيه تقول ليه واش انت بعدا جيتي قابلتي طيرك ولا مشيتي كدور اولا. ويلا جاك عندك المولوع وعطاك الورقه اللي قيد فيها هو وانه حضر الطيره ديالو من ديك 10 دقائق ممكن تفسريه ب يعني بواحد واحد الطريقه مهنيه كما كنقولوا، الحكم خصو يكون عنده الخط ويفسر ليه، وهنا غيكون مفاهمه وغيدوز كلشي بخير وعلى خير. على كل حال كنتمنى لجميع المواليع وجميع الحكام يعني ولعه جيده. اذا غادي ندوزو ننشر لكم الفيديو ونخليكم معاه ان شاء الله. فهو كما قلت لكم عباره على كما هو عباره على كما غنوريكم دابا فاما في كما كتشوفوا فهو عباره على جوج طيور يعني اللي فيه واحد فيه هذا الفيديو فيه واحد لا سيميلاسيون ديال واحد بحال الا انت حكم وقدامك جوج طيور غتحكمهم كيغنيو بجوج
كيلقى فصاقم واحد، كيلقى فصاقم جوج، كاين واحد اللون ودادي وواحد اللون رجاوي. اذا هنايا ما تعاطفوش مع الرجا وما تعاطفوش مع الوداد، اللي ودادي او ودادي ولكن يحكم بالحق، واللي رجاوي حتى هو يحكم بالحق. فها هو هاد الفيديو، الحمد لله هاد الفيديو ماشي يعني صراحه هي الفكره ديالي من 2016 وانا خدام بها في مدرسه الكوبيه، ملي كان معنا مراد وغيماوي، كانوا معنا ناس يعني كانوا اساتذه مزيانين في مدرسه الكوبيه وعجباتهم هذه القضيه هذه، وقالوا لي نوض ديرها في اليوتيوب ديالك ويعني بحال اللي كتحفظها. فها هي قدامكم، لان اول خطا كدار في 2016. ف اش نقول لكم، فكما كتشوفوا فما عندكم يعني ما عندكمش شي حاجه اللي يعني غادي تبرزكم، غتريح مع راسك سواء في القهوه او في الدار، وركز مع راسك وخذ ورقه بيضاء في الاول، ها بيضه خاويه اكات خاويه، ونقط فيها الطيور بجوج، قسمها ولا جوج ورقات بيضين، قفص 1 قفص 2، ونقط مع راسك. من بعد ملي غتولف تنقط الطيور ديالك في الوراق البيضين، غادي دوز لافيش، تعاود نفس التمرين بلافيش. لان فين كاين المشكل؟ هي المشكل ديال التحكيم، ما بقاش في القواعد، ما بقاش في القانون، الحمد لله كلشي ولا كيعرف دابا. المشكل الفرق بين الحكم والمولوع هو التجربه ديال لاطابل. علاش التجربه ديال لاطابل ولافيش؟ خاصها تكون عندك واحد لا سانكرونيزاسيون ديال انك تكون مريح في الطابله ومركز مع الطيور بجوج، سمعا اولا، ثم حتى تشوفها مهمه، ولا سانكرونيزاسيون بين تحط الاغوده في بلاصتها وتحط الخطا في بلاصتو. عفوا، يعني عندك واحد الطواجيست، عندك الجيست الاول اللي هو فوق يدك فوق الواقع، عندك دو فيش، وعندك انك كتسمع وكتشوف وكترد البال، وديك الساعه كتبقى تخدم. فهاد التمرين هذا تعاود ثلاثه دخطات على لافيش بالكاروات ديالها، ديال دو فيش بالكاروات ديالها، غادي تضرب وغادي دوز امتحان اخر مخير. الا اختي غلب عليك غادي تركز على طير واحد، هاد الناس المبتدئين او الموالي جداد غادي تشد طير واحد، مثلا قفص رقم واحد، ونشد لافيش ديالو ونركز عليه ونوطي ليه حتى نسالي، وندوز الطي الثاني ونوطي ليه ونحسب ليهم بجوج، ونعاود الكره مره اخرى بواحد، ثم الثالثه هي اللي نديهم بجوج. اذا هذا تمرين يعني غيكون مفيد لجميع الموالي اللي باغيين يتعلموا التحكيم واللي باغي يتعلموا النقير. غير هو باش ملي مشيت واحد الانسان غلط، راه التحكيم ماشي ما كتعنيش انك مزيان في التحكيم وحكم راك مزيان في الولاعه، ولا العكس صحيح. احنا كنا مواليه، ممكن تلقى مولوع احسن من الحكم في السمع، وممكن تلقى حكم احسن من المولوع في السمع. غير كيولي داك الحكم جمعهم جوج، لان باش تولي حكم خاصك تكون بعدا اولا مولوع، هذا هو الشرط. باش تكون حكم خاصك تكون مولوع، خاصك تكون واحد 3 سنين على الاقل ديال التجربه في الولاعه ديال الكوبيه او ديال الودانيه او ديال المالينوا، او ديال واخا هما كيطلبوا اكثر 5 سنين 6 سنين، وتكون عندك تجربه في انك حفظتي وعاود حفظتي، واخا ما كيخرجوا لك الوفوليات وما كيخرجوا لك الطيور، ولكن عندك هذاك الباكاج. اذا الاخوان، هذا هو التمرين، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتخدموا فيه. وراه كاين سلسله ديال هاد التمارينات، وكاين سلسله ديال تمارينات اخرين اللي هما جوست دي زابيل الكترونيك، و بلا ما نحرق الحلقه ديال هذوك التمارين اللي غادي يجيو. نتمنى يعجبكم، وهذا هو اللي عطى الله، ونطلقوا لكم ليكزيرسيس. Thank you.
اذا الاخوان المده الزمنيه اللي حطيت لهاد جوج طيور هي 8 دقائق. غير بالنسبه لي بالنسبه للمواليع اللي كيكونوا اكثر كيسبوا ولا كيعاوا الحكام ولا ما كيقولوا ماشي في يعني في الطوب ديالو ولا ما عندوش المستوى كبير، فوالله العظيم الله يحسن عوانهم. غير هاد 8 دقائق اللي كتجلس قدام هاد ليكزيرسيس وتصنط، فلو ستريس اللي كتحس به انت كتحس بهاد ستريس، وهذه القضيه هذه درتها حتى هي هدف باش نوصل المواليع كاملين ان داك الحكم اللي غيجي وغيجلس في الشمس وغيجلس بلا يعني بلا ماكله بلا ما والو من الصباح حتى الخمسة د العشيه بارفوا كيدوز 70 طير بالناهيك على الصداع ديال الطيور وهداك الشيء، داك لو ستريس كله انت عام وحدك. انا عام وحدي وكندوز بحال هادو حيت من 2016 وانا كنخدم بهذا الشيء في داري، يعني رغم انني ما دوزت التحكيم لان ما يعني ما باغيش نكون انا يعني بصراحه ما بغيتش نكون حكم يعني، وكندوز هذا الشيء وكنحس بداك داك لو ستريس ديال الحكم. فعلى الاقل هذا غادي يرجع لينا يعني العقل باش ما نبقاوش نسبوا هذاك الحكم ولا نعيروه. فاللي يخسر يعني يكون عنده روح رياضيه ولا هي حتى الكونكور جاي ولا ربح بصحته. وفعلا كاين لي كومبيتونس بين المواليع بين الحكام، ولكن عاوتاني اللي بغيت نوصل هنا سواء الحكام القدام او الجداد ماشي كنقريهم، ولكن كنوصل واحد المعلومه نتيجه اللي استفدت انا من هذا النوع ديال ليزيكزيرس كندير في الدار. هنا لا كونسونطراسيون اللي كيتحط سوتو المبتدئين القدامى والفوق في الطابله ملي يتحطوا دوك الطيور كتركز معاهم في الاول، سوتو الا جاو دواو بخطره. انا اللي كنقول النصيحه ديالي فهاديك الدقيقه، هو عندهم 10 دقائق او 8 دقائق، في ديك الدقيقه ولا جوج دقائق ما يهمكش داك الشيء اللي قالوا، يهمكش غير تعاون فدقيقه، غير ركز معاهم وشوف فيهم شكون اللي باين لك غير يبان لك حار حيت عندك تجربه، ولكن اللي نقدر نقول لك ركز عليهم ديك الساعه كتركز عليهم بجميع الحواس ديالك. ديك دقيقه ولا جوج اللي دواو فيها هنا كنقول لك خذ لو تامبغ ديالهم بجوج، حيت كل واحد عنده ان تامبغ ديال لا فوا ديالو. سبحان الله هذه موهبه عطيها الله للبشر عطيها كلشي، يعني كل واحد عنده واحد لا فوا واحد لو تامبغ ديالو. ان فوا تحس يعني تدخل لدماغك لا ميموار ديالك والودون ديالك هذيك هذاك لو تامبغ ديال هاد جوج طيور، ملي كتكون خدام انت خدام وكتاخذ لو تامبغ ديالهم واحد الوقت صافي حيد عليك العينين، يعني كل ما هو مائي نساه، يعني ممكن تخصك توصل لواحد النتيجة توصل لواحد الحالة أنك تقدر تغمض عينك بحال اللي درت قبيلة أنا راك شفتوني في فيديو، أنك خصك تغمض عينك يعني ماشي تغمضها في الكونكور لأن مغاديش بغيت تكتب خصك تكتب، يعني تغمض تولي عارف بأن اليمن أو اليسار اللي دوا غير لو تامغ ديالهم، وتولي عارف إلا دواو بجوج تقول دواو بجوج لأن لو تامغ هو اللي عطاك الفرق. وهاد المسألة ديال لو تامغ راه مهمة، يعني نقدر يهضر معايا شي واحد مثلا الى هضر معايا مثلا جلال عبد الغني في التليفون واخا ماشي التليفون ديالو غادي نعرفو جلال عبد الغني، هضر معايا جلال جدة هذا مثال. اذا هنا خاصك ايها الحكم السمع ديالك ملي تكون خدام في السمع ديالك خدم على لو تامبغ ديال لي زوازو اللي قدامك، مع الممارسة تكونسونطرا مع لو تامبغ ابار تصنيف هذاك الحمد لله كلشي ولا كيعرف وكي ماشي مشكل لو تامبغ. اذا هذا هو لو كونساي ديالي، اذا نتمنى يكون عجبكم يعني عجبكم التمرين وهذا الشيء اللي كاين، والى الحلقة المقبلة ان شاء الله في سلسلة أخرى من هذه التمارين، وشكرا لكم.